الدور الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب من تقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. وقوله سبحانه وتعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. الاسلام في الوطن جلسه مواد جلسه محكمه.